انت مصمم ترفع دعوة ضد ابوك؟ اكيد بكرة راح اجتمع مع المحامي تبعه ومحامينا راح يجي كمان وبنحكي. راح يجي الصبح؟ ايه بيكون كتير منيح اذا بحكي معه. مثل ما بدك. كنت عم فكر اكتب له رسالة بس من الافضل احكي معه وجها لوجه. من جهة نهال عم تذبحني مو قدران وقف قدام حبها، ومن جهة تانية عمي اللي دابحني ثقته فيني، ومن جهة انت تورطنا. انت منيحة حبيبتي، ليش ما عم تاكلي؟ عم اكل بس ما عم تحكي ابدا. مليت من موضوع حلمي اونان. الحق معك، انا فتحته، بعتذر منكم. في شي خبر من بشير؟ نهال حكيت معه وقال لي عم يشتغل على باخره وهو كتير مبسوط. ليش هالشاب تصرف هيك؟ حمل حاله وراح بلا ما يحكي. بسبب نهال. طلع عشقانة لنهال. شو عم تحكي؟ ايه هرب وراح من حبه. لا مو معقول. انا ما عم صدق ابدا. عم تناقشي موضوع بشير على الطاولة، مو معقولة. هن سألوني. هاد ما بيعرف حدوده، منيح اللي راح. الولد مو قدران يتحمل حب مهند ونهال لبعضهم، شو بيعمل؟ سمر، لقيتها مناسبة تتكرم علينا بالحكي ونحن عم نتعشى؟ بس الكل بيعرفوا قصة مهند ونهال. ايه ان شاء الله الف مبروك. لسه ما صار شيء ابدا. عدنان لسه عم يتصرف كانه ما في شيء، بس واضح انه رح نعمل حفله قبل راس السنه. اذا في شيء تاني بتعرفي قولي لنا اياه. لا حبيبي، بس ماني فهمانه ليش هالموضوع لسه ما انحل. في او ما في، برايي هالموضوع لازم يتوضح للكل. طيب مو هيك يا جماعه؟ شو رأيكم نطلب الحلو؟ إذا بتريد. حاج تعبس حبيبي، والله ما بيهون علي زعلك. أنا غلطت لأني فتحت موضوع بشير، بس مو أنا فتحته، نهاد سألني عنه وجاوبته على السؤال. بتعرفي قديش أنا حساس بموضوع نهاد؟ ليش عم تصرحي بشغلات العالم ما إلا أي لزوم؟ حاجتك بقى، عم تبهدلني كأني ولد. إذا بتريدي لا ترفعي صوتك. وإنت اللي بقى تبهدلني. أمورك ملخبطة بسبب مهند، لا تحاول تتفشش فيي. بس نوصل على البيت بنحكي. لا ما رح نحكي لأني مليت. ما بعرف ليش بيصير الحق علي بس احكي بشغلات الكل بيعرفها. سمر،